أعزائي المتابعين، أهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج مثل شعبي إنما في الجون. مثل النهاردة بيقول ازرع ابن آدم يقلعك، والمثل ده معناه إن في ناس مش بيطمر فيها صنع المعروف. وهنا خلوني أقول لكم على موقف حقيقي. واحد صديقي قال لي عن واحد سافر لبلد عربي شقيق، وأول أسبوع اشتغل فيه قطعش 5 أفراد من اللي موجودين هناك، وخلى الكفيل يمشيهم عشان يقعد هو لوحده. وده ينطبق عليه المثل اللي بيقول ازرع ابن آدم يقلعك. وشكرا.